صمودك هز المعتقل، صمودك يا وائل يا بطل، يا وائل يا بطل، صمودك هز المعتقل، صمودك هز المعتقل، ويا زكريا يا بطل، يا زكريا يا بطل، صمودك هز المعتقل، صمودك هز المعتقل. في هذا المقام، في هذا الشأن، شأن الاحتفال بذلك، ويكون هذا الاحتفال هو أثر الحياة ومعنوية تعاني المجتمع، إلا أنه يجب أن لا يبقى وحيدا في هذه المعركة بجهودكم وجهود الخيرين جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولكل الأسرى الفرج القريب، الأخ رائد ريان. لذلك نقول بأن التضامن الشعبي والتضامن الرسمي وإسناد هؤلاء الأسرى هو واجب وطني وأخلاقي، ونحن نقول في هيئة شؤون الأسرى والمؤسسات الداعمة والراعية بأننا سنكون إلى جانبهم مهما كلف ذلك من ثمن، وسنكون دائما إلى جانب مطالبهم الحقوقية والسياسية والمطلبية. ومطلوب من الحركة الأسيرة داخل السجون أن توحد قدراتها النضالية إسنادا لهؤلاء الأسرى. عاش فلسطين، حر عربي.